أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل يصح أن نقول إن عم النبي صلى الله عليه وسلم مؤمن بقلبه كافر بجوارحه؟ ما ينفعه الإيمان بالقلب، كل الكفار يصدقون بقلوبهم أنه رسول الله. قال تعالى: ولقد نعلم إنه ليحزنك الذي يقول. فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. وقال تعالى في أهل الكتاب: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه، يعني محمد صلى الله عليه وسلم، كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. الإيمان بالقلب ما ينفع، الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، هذا هو الإيمان. نعم. فأبو طالب وإن كان في قلبه مصدقا لكن لا ينفعه ذلك، لأنه ليس وحده مصدق، الكفار كلهم يصدقون بقلوبهم، لكن يمنعهم الكبر، يمنعهم الحسد، يمنعهم الحمية الجاهلية كما منعت أبا طالب. نعم.